السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية درسنا طيور لا تطير مع الصف الرابع الابتدائي. طيور لا تطير، هل كل الطيور تطير بقدرة واحدة؟ لا، الطيور قدرتها مختلفة على الطيران. هل كل الطيور تطير مع ذكر أمثلة؟ لا، مثل البطريق والنعامة والديك الرومي. ماذا تعرف عن النعامة؟ طائر ضخم له جناحين لا يستخدمان في الطيران، له رجلين طويلتين تمنحه قدرة عجيبة على الجري بسرعة. ماذا تعرف عن البطريق؟ طائر لا يطير، ماهر في صيد الأسماك، له قدمين قصيرتين وجناحين صغيرين. ماذا تعرف عن الديك الرومي؟ طائر لا يطير، يعيش في بيوت الفلاحين، له ريش ملون وذيل يشبه المروحة. ماذا تعرف عن الطاووس؟ طائر وهبته الله، ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة. تدريبات: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة فيما يأتي. كل الطيور لها أجنحة وريش؟ الإجابة صح. كل الطيور تطير في الفضاء؟ الإجابة خطأ. النعامة لها جناحين لا يستخدمان في الطيران؟ الإجابة صح. طائر البطريق لا يستطيع السباحة في الماء؟ الإجابة خطأ. الديك الرومي يعيش في بيوت الفلاحين؟ الإجابة صح. الطاووس طائر ريشه ألوانه عجيبة؟ الإجابة صح. وهذا السؤال يا أحبائي متروك للطالب. كل الطيور لها أجنحة وريش ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة، فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعدها يقف على قمم الجبال العالية. أكمل ما يأتي. معنى قمم ومفرد الشواطئ ومضاد فوق. أكمل. كل الطيور لها نقط ونقط. ماذا تعرف عن الطاووس؟ ما هي الطيور التي لا تطير؟ قد انتهى درسنا، مع موعد بلقاء آخر مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.